دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفل أبراج، شن أحوالكم؟ أخباركم؟ على صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس والحظ مويتيكم. آخر يوم من الشهر جانفي، إن شاء الله يا ربي كان خير عليكم. هو بداية الشهر فيفري، جايب معاه كان الأخبار السعيدة، المفاجآت للحمل والثور، أجواء واعدة، راك تعيش نجاحات وأيامات الخير يا ثور. الجوزاء من الأبراج اللي تتمتع بالحظ الجيد، الأيامات القليلة هذه تتعزز العلاقات وتعيش نهاير ممتاز. كيف وكيف السرطان، نهاير القرارات المهمة، تعيش الراحة والاستقرار. إلى أسد، حاول يفضلك راهن على نهار هذا، وحاول زادة تنجز وترتب كل أعمالك. إلى عذراء، راهو طاقة أخبار جيدة، مؤشرات إيجابية ومشاريع جديدة، والمستقبل راهو يبشر بالأحداث الممتازة والسعيدة. نتعدي ونحن للميزان، نهير ممتاز على الصعيد العاطفي، عنده البشارة وقرار يخص علاقته بالحبيب. إلى عقرب، الفرص بين يديك، انفراج، استثمار جديد، وبالنسبة ليك الفترة هذه راهي فيها الفلوس مالية بامتياز، واستنى المفاجأة مع بداية الشهر فيفري. وفي جملة، برج القوس خمو شوية في الحاضر والمستقبل، وسيب عليكم الماضي، نجموا تتجاوزوا. حتى الجدي حاولوا زادة تنسيوا، راهو الحظوظ موجودة، البشارة في الطريق، فما برشا فرحة تستنى فيكم. الدلو، تتحسن راهي الظروف وتنجح في اتخاذ قرار يخص أحيته المهنية. ونختموا مع حوتنا، بداية الشهر فيفري جايب معاك الحاجات الباهية، راك تودع خايبات عراقيل، تتحدي والمصعب، ونجح حليفكم.